السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم اللي راح يكون جزء ثاني للفيديو السابق اللي عجبكم، ولأنه عجبكم حبيت أن نعمل منه جزء ثاني. اليوم معنا 8 أو 9 برامج إن شاء الله أنها تعجبكم، طبعا لازم أنها تكون موجودة على جهازك الكمبيوتر لو كنت بتستخدمه بطريقة عشان تسهل حياتك. برامجنا اليوم كلياتها مجانية وبإمكانك تنزلها من الروابط الموجودة تحت الفيديو بالوصف وبأول تعليق. في عندي ملاحظة صغيرة بس وبعديها بندخل على الفيديو مباشرة. ميزة تشكرات صارت موجودة على القناة، فبإمكانك أنك تدعمني ماديا إذا حبيت من خلال ميزة شكرا. كمان رابط الدعم المادي على PayPal موجود تحت الفيديو بالوصف وبأول تعليق، بإمكانك تدعمني ماديا إذا حبيت. وإذا ما معك إنك تدعمني، مش محتاج إنك تدعمني، أكبر دعم راح تعمله إنك تعمل لايك وشير لهالفيديو. خلينا ما نطول أكثر من هيك ونبدأ باستعراض البرامج. باستخدامك لهالبرنامج الجميل راح تتمكن من انك تستبدل التقاط الشاشة العادي اللي بيكون مع الويندوز بالتقاط شاشة رائع وسهل وجميل. مثل ما انت شايف هو معطيك الاختصارات اللي معمولة مسبقا على البرنامج، طبعا بامكانك تعدلها. وكل اختصار ايش بيعمل؟ بامكانك من خلال هالبرنامج تعمل التقاط للشاشة كاملة، بامكانك تلتقط نافذة معينة انت فاتحها بدون الاشياء الثانية اللي حواليها، بامكانك تلتقط شاشة معينة اذا كان عندك اكثر من شاشة، بامكانك تلتقط ريجن او منطقة معينة من الشاشة، الخ 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 الخ. طبعا في عندك إشي اسمه السكرولينج كابتشر، لو كنت على المتصفح مثلا بدك تعمل صفحة طويلة او بدك تصور صفحة طويلة وما بدك تصور كل صورة لحال بعدين تركبها مع بعض في برنامج إديت مثل الفوتوشوب، فمن خلال هالبرنامج راح تتمكن انك تعمل سكرول كابتشر، تصور وانت بتعمل سكرول وهو راح يرتب لك اياهم بشكل تلقائي. طبعا في كثير مميزات وخصائص راح اترك لك انك انت تكتشفهم لحالك. مع هالبرنامج راح تتمكن من انك تبحث على الملفات المكررة على اساس انك تحذفها وتوفر مساحة داخل الهاردسك او الاس اس دي تبعك. بامكانك تختار القرص اللي بدك اياه اللي بدك تبحث عنه، وبامكانك تحدد نوع الملفات اللي بدك تبحث عنها، وكمان بامكانك تحكي له طنش لي الملفات اللي اقل من كذا حجمها او اللي اكبر من كذا حجمها، بامكانك تحكي له انه يترك اسامي ملفات معينه، بامكانك تحكي له انه يترك ملفات تم عملها بتاريخ معين، وكمان بامكانك تحكي له اترك لي الملفات المخفيه ما بدي تبحث فيها، وكمان بامكانك تحكي له لا تبحث بالسب فولدرز او اللي هي الفولدرات اللي بداخل الفولدرات. تقدر تحكي له انه في عندي جزء انا متذكره من اسم الملف او الصيغه تبعته، ابحث لي على هاي الاسماء المعينه او هاي الصيغ. وبعدين بحكي لك وين بدك تعمل ديليت للاشياء المكرره، يروحوا على سله المهملات ولا ينحذفوا كاملا، فانت اختار اللي بدك اياه واحكي له سيرش. بعدين راح يعطيك مجموع الملفات اللي بحث فيهم كاملين، وكم في ملف مكرر وكم ملف تم حذفه. طبعا هاي إضافة جميلة جدا لمتصفح الملفات عندك. بكل بساطة لما تكون على أي ملف بدك إياه اكبس على سبيس، وزي ما أنت شايف رح يعطيك معلومات عن الفولدر كامل بشكل سريع. طبعا بإمكانك تعملها بن وتفتح أكثر من واحدة، كل ما تروح على فولدر وتكبس عليه سبيس رح يفتح لك إنفو جديدة عن الفولدر. لو مثلا دخلنا على فولدر فيه ملفات فيديو، نختار الفيديو ونكبس على سبيس رح يعرض لك الفيديو بشكل سريع. بالنسبة للصور كذلك الأمر. طبعا في حال انت كنت فاتح واحدة على الكويك لوك وما سكرتها وبلشت تختار الملفات راح يعرض لك اياهم واحدة واحدة. وبالنسبة لملفات التكست كمان راح تقدر انك تلقي عليهم نظرة بدون ما تفتحهم زي ما انت ملاحظ. من خلال هالبرنامج الرهيب راح تتمكن من انك تبحث في اي مكان داخل كمبيوترك، يعني في عندك انت ملفات موجودة على الكمبيوتر وناسيها، متذكر جزء معين من اسمها، تبحث عليه، متذكر الصيغة تبعتها فقط، تبحث على الصيغة، وهكذا. لما تبحث عن الاشياء اللي بدك اياها او الاشي المعين اللي بدك اياه، راح يظهر لك كل الاشياء اللي موجود فيها الاسم او الاشي اللي انت كتبته، فبامكانك تبحث على اسماء، على امتدادات، بامكانك تبحث على اللي بدك اياه على اساس انك توصل للملف اللي بدك اياه وناسي وين موجود اصلا من كثر الملفات اللي موجودة على جهازك. فلنفرض انه انا فتحت ملف نوت وكتبت فيه مجموعة اشياء وبلشت اعملهم نسخ 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 نسخ. انا محتاج كل اشي نسخته، بكبسة زر بكبس على علامة الويندوز زائد حرف الفي راح يفتح لي الكليب بورد هيستوري. طبعا زي ما انتم شايفين راح يجيب لي كل اشي انا بامكاني اعمل بن للاشي اللي بدي اياه اللي بيعجبني او اللي ما بدي انساه، وبامكاني كمان اعمل بيست للاشي بدون ما اكتبه كتابة.
طبعا الأداة هاي فيها كثير إضافات، وبإمكانك تستخدم الإيموجيز، بإمكانك تستخدم رسمات، كثير أشياء فيها. على كل حال عشان نشغلها تفتح الستارت، تكتب clipboard settings، تدخل عليها وبتفعلها من هون. مع هالبرنامج العظيم راح تتمكن من انك انت تحط فلاتر على سماعتك، خصوص اذا كان في عندك سماعة سيئة مثل اللي عندي والاصوات فيها سيئة اثناء اللعب، فبامكانك من خلاله انك تحسن جودة السماعة. تقدر تختار السماعة اللي بدك اياها لو كان عندك اكثر من سماعة، بامكانك ترفع الطبقات يدويا حسب الاشي اللي بدك اياه انت، حسب اللي بريحك، او بامكانك تختار بريسيت جاهز من اللي على اليسار. في عندك كثير بريسيتس، مثلا في عندك للجيمينج، في عندك انه تتفرج على فيلم، في عندك للموسيقى، وكثير كثير كثير بامكانك انت تتفنن بسماعتك وتعطيها الافكتات او تعدل الصوت الخاص بسماعتك على الاساس اللي بيناسبك. طبعا هاي اضافة صغيرة جمالية راح تضيف جمالية لجهازك مش اكثر. لما تعلي وتوطي صوت الويندوز راح تظهر هاي بدل اشارة اللي بتعلي وبتوطي الصوت الخاصة بالويندوز، شكلها جميل، وطبعا بامكانك تعدل على خصائصها، على الوانها، وتسوي فيها كثير حركات، وبس هاي هي الاضافة بكل اختصار، بس بتعطيك جمالية للويندوز مش اكثر. هالبرنامج نفس البرنامج المسبق تبع البحث ولكن بشكل أجمل، من خلال الضغط على Ctrl و Alt رح تفتح لك هاي النافذة ورح تتمكن انك تبحث على اي اشي داخل الويندوز، وطبعا كل شي بظهر لك، بامكانك انك تشوف خصائصه، تفتح الفولدر تعمل له كوبي، تعمل Open With، كثير شغلات بامكانك تعملها داخل السيرش جوا هالبرنامج. برنامج متصفح لملفاتك رائع جدا بكل ما تعني الكلمة من معنى، بيشتغل على الويندوز 11 والويندوز 10، هو قريب بالشكل إلى الويندوز 11 ولكنه في خصائص أكثر، وبإمكانك تعدل على كل إشي بخصه، وبإمكانك تعدل على شكله كامل، كمان بإمكانك تخليه شفاف. فبصراحة بالنسبة إلي الفايل إكسبلورر هذا أو مستكشف الملفات هذا أفضل بكثير من المستكشف الأصلي اللي بيجي مع الويندوز، وكمان في الألسنة أو التابس. وآخر برنامج معنا اليوم من خلاله راح تتمكن من إنك تتحكم بأصوات جهازك كاملة. طبعاً لو كان في عندك أكثر من سماعة مثل اللي عندي، بإمكانك تكبس على اسم السماعة بعدين يفتح لك كل السماعات اللي عندك، وبإمكانك توطي إشي وتعلي إشي براحتك بدون الحاجة إنك تدخل على الميكسر الخاص بالويندوز. فهيك باختصار مثلاً وأنت بتلعب بإمكانك تعلي صوت اللعبة وتوطي الديسكورد أو بالعكس، فهيك بتتحكم بكل أصوات جهازك من مكان واحد. بإمكانك تمسك الأيقونة تبعته وتنزلها تحت على التاسك بار على أساس إنك أنت تستبدلها بالأيقونة الأصلية تبعت الويندوز. وبس يا جماعة أنا لهون بكون انتهيت من الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم وأفادكم. ادعموني بلايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم، نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.